مساء الفل ويا مساء الجمال عليكم على كل اللي بيشوفنا. معانا النهارده ميك اب ارتست بسمه رؤوف. ازيك يا بسمه؟ عامله ايه؟ تمام ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه؟ بتتمني ايه بقى تحققيه في السنه الجديده؟ يعني ابقى احسن ميك اب ارتست. يا رب ان شاء الله. عرفيني بقى ازاي دخلتي مجال الميك اب؟ والله هي كانت هوايه من الاول، كانت هواية عندي من زمان، وأنا نميتها بكورسات وبشغل، اشتغلت على نفسي كتير والحمد لله وصلت لمرحلة حلوة قوي. يعني انتي ازاي حولتي الهواية للاحتراف؟ الشغل اللي هو أنا طول الوقت بحاول أنميها وبشتغل على نفسي أكتر، وطول الوقت مهما عرفت عاوزة أعرف أكتر في مجال الميك اب، بس الحمد لله يعني وصلت لمرحلة تمام كويس. يعني انتي قلتي انك خدتي كورسات صح؟ خدت كورسات طبعا. طيب عايز اقولك على حاجة، هو الميك اب ده بنميه يعني موهبة ولا ممكن ان انا انميه بالممارسة هي واطوره ازاي؟ البداية موهبة، والممارسة هي اللي تخليكي بقى تشتغلي صح. الممارسة دي مهمة جدا، يعني مش الكورس هو اللي هيوصلك لانك تبقي خبيرة تجميل او ميك اب ارتست، لا، الشغل على نفسك اللي هو بتعرفي اكتر طول الوقت، مهما عرفتي بتحاولي تاخدي خبرات اكتر، بتوصلي في الاخر يعني طريق سليم. يعني انت كده بتطوري من نفسك؟ طبعا طول الوقت بطور من نفسي. طيب كنت عايزة اسألك على حاجة، ايه الترندي اكتر في الروج دلوقتي، اللي هو المات ولا اللي هو الجليسي، اللي هو لا، انهي واحد؟ المط والكشميرات عامة يعني. الكشميرات ده في الالوان. والمط تمام. طيب في الاي شادو؟ الشادو بقى ده تبع البنوتة أو العروسة اللي بنعمل لها، يعني كل بنوتة بتلاقي في حاجة بتمشي معاها أكتر. تبع العين، في عين مبطنة، في عين جحدة شوية، يعني تبع الشغل. يعني ايه اكتر حاجة برضو طالعة ترند، اللي هو الشيمر ولا اللي هو فيه اللمعة دي؟ وانا عن نفسي في شغلي بحب الشمر. الشيمر بيبقى افضل. بحبه جدا. طيب لو مثلا جات عندك عروسة، تمام، بتحجز المفروض قبلها بقد ايه علشان تيجي تحجز عندك؟ والله هو المفروض ان هي تبقى قبلها بوقت، يعني مثلا مش اقل من شهر علشان نقدر نحضر بشرتها للميك اب وتدخل البشرة تمام كده ومترطبة كويس. طيب ازاي تفرقي بين لوك الخطوبة ولوك العروسة، بالذات مثلا لو اللي هي المخطوبة دي هتلبس فستان وهتعمل فرحها في قاعة، ولا وكمان ساعات بلاقي عرايس لابسة الفستان بتاعه اللي هو عارفة اللون ده اللي هو الفاتح قوي مقارب للون الابيض، تعملي ايه ساعتها بقى؟ هو الشغل الاساس واحد، اللي هي البدايات واحده، بيختلف في الفينش. شغل الخطوبه الفينش بتاعه بيبقى مختلف عن الزفاف في بعض حاجات، يعني الهايلايتر ما بيبقاش عالي قوي، الرموش ما بتبقاش اللي هي العاليه او الكثيفه، بتبقى المفرغه او الخفيفه شويه، بيبقى في فرق طبعا. حصل لك موقف مثلا قبل كده؟ ساعات بلاقي ناس عروسه تقول للميك اب ارتست لا ما تعمليش كده عشان خطيبي عايز كده، لا بصي انا خطيبي عايز الروج ده، لا بصي انا خطيبي عايز الرموش دي. حصل لك موقف قبل كده نفس طبعا. كده؟ لا، احنا بنقابل كتير في الشغل، يعني وطبعا بنقابل كتير. انا خطيبي عايز ميك اب هادي، انا عايزه روج مش عارفه ايه، انا عايزه ايه، وبنحاول نرضيها يعني نطلعها بصوره هي تبقى راضيه عن نفسها يعني هما فيها. اللي بيدوك اللوك اللي انت عايزة، لا اللي هما مش كله، عايزينه، لا ولا انت مش اللي كله، بتختاري؟ لا مش كله، يعني في عروسه بتسيب لي نفسها، وانا دايما بحب العروسه اللي بتسيب لي نفسها، وكمان بحب العروسه اللي بتسال كتير قبل ما بتجيلي، اللي هو انا ارطب بشرتي ازاي، اعمل ايه. يعني بيقابلنا مشاكل، مثلا بتبقى في بنوته عندها اثار حبوب في وشها، فتقول انا عايزه اشيل اثار الحبوب، فبتروح تعمل تقشير لبشرتها، وساعتها هي بتبوظ الدنيا. بتبوظ. الفتره دي المفروض ان مفيش تقشير خالص، والمشكله دي احنا بنشوفها كتير، بنقابلها كتير، فالمفروض ان هي خلينا اسال بس كتير. في صورة دلوقتي هتيجي على الشاشة. ايه بقى، كلميني بقى عن اللوك ده. دي كانت خطوبة،
كلميني بقى عن اللوك ده شوية. هو اللوك ده انا عملته هادي شويه، هو و جميل ما شاء الله. هو ده دي كانت سايبه لي نفسها الصراحه يعني، وطلعت ما شاء الله مرايا. لا الميك اب تحفة، تسلم. دي برضو الميك اب كانت ده خطوبه. بقى روعة. الميك اب ده بقى احكيلي كده عنه، عملتي فيه ايه؟ ده برضو كان سيمبل، وهي كان ده طلبها صراحه، هي كانت جايه عايزه حاجه هاديه شويه، كانت خطوبه برضو. جميل جدا، ده بقى تحفة، ده جميل جدا جدا. دي حبيبة قلبي ما شاء الله، طلعت قمر. ده نوعه ايه بقى؟ هو سيمبل برضو. هو ده سموكي؟ انا العين دي سموكي، لا لا سموكي، اللي هو الالوان الغامقة. لا انا ما اديتهاش غامق قوي، انا اديتها شمر شوية. امتى العروسة بقى تقولي لا انا دي احط لها سيمبل، لا دي مثلا ده انا هزود شوية الميك اب، ساعات بيبقى تختاري على حسب اساس ايه؟ ساعات حسب الفستان اللي هي لابساه يعني، في عروسة لابسة اللي هو المنفوش، في عروسة لابسة السواريه، في عروسة لابسة تربون، في عروسة محجبة، في بشعرها، فبتفرق. يعني بيبقى سيمبل سواري ولا؟ في يعني في عروسة احب اعملها السيمبل لو هي لابسة السواريه، لو هي لابسه المنفوش ساعات بنعلي الشغل شويه، اللي هو مثلا بنزود مثلا هايلايتر شويه وكده. يعني اللي على الشاشة دي نقول النوع الميك اب لا بتاع دي ايه؟ كانت زفاف، دي دي زفاف. كانت زفاف، وكان اللي هو لوك صريح يعني، صريح شويه. جميل جدا ما شاء الله، ربنا تسلم. يوفقك يا رب. هو يعني بصي، في فرق كبير قوي يعني قبل وبعد، ف الميك اب بتاعك بجد جميل. ليه اخترت لها الالوان دي، لون الروج ده؟ عشان هي يعني بشرتها كانت خمرية شوية، فهيبقى حلو عليها. حلو عليها جدا. جميل جدا. بما انك بقى قلتي ان العرايس ساعات بتيجي بيبقى فيه حبوب في وشها او عامله تقشير او حاجات زي كده، تنصحي بايه بقى العرايس قبل ما يروحوا يعملوا ميك اب ليله الزفاف بتاعتهم، يرطبوا بشرتهم ازاي او يعملوا ايه؟ النصايح اللي تنصحيها بيها؟ زي ما قلت لك يعني، هو انا بحب العروسه اللي دايما تسالني وانا مش بزهق من اسئلتها يعني، اساليني دايما قولي لي اعمل ايه، كلميني وانا برد على كل البنات يعني، الوقت لما بكون فاضيه وخلص شغل كده برد عليهم، اللي هو اشربي ميه كتير طول الوقت، دايما مرطبات الصبح وبالليل، اتجنبي التقشير ده خالص وبلاش منه، لان دي بتبقى مشكله صعبه قوي يعني، اثار الحبوب احنا ممكن نداريها، لكن التقشير ده بيبقى صعب، لان الميك اب برضو مهما كان هو مش سحر، بنحاول على قد ما بنقدر بنظبط وبنرطب، بس في فتره قليله ما بنقدرش نوصل لدرجه الترطيب اللي المفروض نعمل عليها ميك اب صح. فانا بنصحها دايما اشربي ميه كتير، رطبي بشرتك كتير، اتجنبي اي حاجه تاذي البشره في الفتره دي، وبعد كده ان شاء الله الشغل بيبقى تمام وبتطلع زي القمر. انتي شغلك كله باللي انا شفته ده، شغلك كله تحفة بجد. سلام يا رب. تسلم. عايزة اقولك يعني، عايزة شكرا. اسألك كده، الكونتور بيناسب كل انواع البشرة او كل الوشوش؟ لا هو الكونتور ده يعني احنا شغلنا فيه، هو انا عامه بحب لعب الكونتور قوي، اللي هو نكبر شفايف، نصغر ونصغر شفايف، بقى وكده. الانف نصغر الانف، القوره شويه لو عاليه، اللغد شويه، فانا بحب اللعب فيه، ودايما احب العروسه ان انا اجملها، مش اللي هو احولها اغيرها، لا اظهرها بشكل جميل، مش اخليها واحدة تانية. فالكونتور ده احنا شغلنا فيه دايما للشفايف، لو هي صغيرة قوي وهي حابة تعرضها شوية، لو نكبرها. نكبرها شوية، لو الانف كبيرة فبنصغر شوية. ده جامد جدا الموضوع ده. الكونتور بجد جميل، والكونتور الكريمي بيبقى صعب شوية عن البودر، بس انا بحب اشتغله. طب ايه الفرق ما بينهم؟ يعني هو البودر سهل بالنسبة للبنوتات اللي هم مثلا رايحين جامعة، رايحين شغل، سهل في الدمج، لكن الكريمي صعب شوية في الدمج، فعاوز الايد اللي هي متعودة عليه وواخدة عليه، بس بتظهر اللوك صح. ايه الفرق بقى اصلا ما بين الكونتور والبرونزر؟ لا في فرق طبعا، الكونتور زي ما قلت لك شغله بنصغر بنكبر يعني الحاجات دي، اللي هو اللعب في الوش، في ملامح الوش. البرونزر ده شغل زي البرشر يعني شويه،
اللي هو اه بيتحط بلاشر. هنا اه كده. اه طيب في بقى عايزة اقولك، هو العدسات بتليق على كل العيون؟ هو انا بفضل دايما الجراي، بحب اللون الجراي، بس في عروسة ساعات تجيلي تقولي انا عاوزة لون كذا. الالوان اللي هي الاوفر قوي، اللي هي العالية قوي دي انا مبحبهاش، بس ساعات بعملها الحاجة اللي هي حباها عشان ارضيها. معانا صورة دلوقتي هتيجي، تحفة بجد، تحفة جميلة قوي. عايزاكي بقى تكلميني شوية برضو عن اللوك ده. انا قلت لك ان هو جامد، انا شايف ان انت حاطه لها هايلايتر كتير. هي الفستان بتاعها كان زي فستان زفاف، فانا حبيت اعمل لوك قريب من لوك الزفاف، هو اقل شويه بس هو قريب منه، فعملت لها الهايلايتر شويه. لا جميل جدا جدا جدا. يمكن ده من يعني كل اللوكات جميلة، بس يمكن ده احسن لوك او لفت نظري اكتر حاجة. بالنسبة للعدسات، انت عارفة ليه سألتك السؤال ده؟ بيبقى في ناس عيونها جحظة شوية، اللي هي خارجة بره شوية، فتيجي ان هي تلبس العدسات بيبقى عينيها خارجة بره خالص، يعني غصب عنها اللي هو هو بيبقى عينيها احنا طالعة. العين اللي هي الواسعة قوي او الجهاز اللي بره بنجيب لها اللينس اللي هي قطرها اقل، يعني ما بنجيبش اللي هي الكبيرة، لان الكبيرة بتجهز العين اكتر، بتطلعها لبره اكتر، فاحنا بنجيب اللي هي القطر اقل، فبتظهر معانا العين احسن. طيب لو جاتلك مثلا انت تدمجي، يعني تعملي لها ميك اب ازاي بحيث انك شكل العين يطلع حلو؟ هو انا بحب ارسم العين الاول، يعني ببتدي دايما حواجب وعين. مش كل الميك اب ارتست او كل خبيره تجميل بتمشي زي التانية. صح، الميك اب بعتبره مدارس، كل حد له مدرسته. في قاعده ثابته احنا ماشيين عليها، وفي في الاخر ده ملوش قاعده، اللي هو الفينش ده ملوش قاعده. بنشتغل، كل واحدة بتشتغل بذوقها، بشكل العروسة اللي قدامها، شكل الوش، ده بيبقى في الآخر. النصايح اللي تحبي تقدميها للبنات كميك اب ارتست؟ أحب أقول لهم يعني بلاش كل يوم فونديشن، بلاش كل يوم بتعملوا ميك اب، لأن البشرة بتتنفس، فادوها فرصة ان هي تتنفس. خلي كل يعني كل يوم مثلا يوم خفيف، حاجة بسيطة بتروحي لو انتي رايحة جامعة او شغل، ويوم مثلا عاملة فونديشن وكده، خلي جيبي الفونديشن اللي هو خفيف، بلاش اللي هو الحاجة الفول كفر العالية. ثقيلة. بنصحها برضو، نظافة البشرة لها عامل كبير جدا في ظهور الميك اب بشكل احلى. اشربي ميه كتير، رطبي بشرتك حلوة قوي، هتلاقي الميك اب معاكي زي الفل. طب هو اصلا ايه السن المناسب للبنات كبداية في الميك اب؟ تبدأ من امتى كده تحط ميك اب؟ هو حسب بقى، يعني في بنات صغيرين قوي دلوقتي بعده بيعملوا ميك اب وشاطرين جدا وشاطرين فعلا. جدا، ويعملوهم رايحين شغل ورايحين جامعة، وفي بنات يعني سن اكبر ومش بيحبوا الميك اب، بيحبوا الحاجة اللي هي البسيطة كده. طيب تنصحي البنات بإيه اللي بينزلوا الصبح بيبقوا رايحين مثلا مشوار، رايحين جامعة، وبيعايزين يحطوا ميك اب خفيف، يحطوا ايه بالظبط؟ يعني هي اللي رايحة شغل او جامعة مش شرط ان هي تحط كل حاجة، يعني مش شرط رموش، مش شرط هايلايتر، يعني حطي الحاجة اللي هي البسيطة، خلي روج الوانه بسيطة هادية، بلاشر هادي، جو هادي، كل حاجة تبقى هادية. كل يوم بقى بنلاقي لوكات جديدة بتطلع، وحاجات جديدة وحاجات غريبة بتحصل كده في الوش، ورسمات ايلاينر كده جميلة جدا وجديدة. ايه اغرب بقى لوك شفتيه كان غريب وجديد؟ اللي هي رسمة العين اللي البنات دلوقتي عادوا بيعملوها ساعات وهم رايحين برضو شغل أو حاجة، بتبقى يعني متقلين الشادو قوي، شارتين الايلينر قوي، جايبينه لفوق قوي، يعني هي دي اللوكات اللي بتبقى غريبة شوية معاهم. طب ايه رأيك في رسمات الايلاينر اللي طالعة جديدة؟ بلاقي انا بقى بتفرج على صور كتير كده، مثلا بلاقي الرسمة جاية كده
طالعه على العين، منقطين اسود كده جنب عينيهم، اه عاملين نجوم فوق، يعني مش فاهمه ايه رايك في الرسومات يعني هل دي رسمه ايلاينر انا مثلا امشي بيها انزل بيها، ولا دي بتبقى لا عباره عن ايه؟ دي ما حدش ينزل بيها ولا حد يطلع بيها ولا تنفع حتى يعني مثلا العروسة او حاجة، هم بيعملوها ممكن كده يعني يدربوا نفسهم او يشتغلوا مع نفسهم بيها، لكن هي ما تنفعش الصراحة طيب ايه للخروجة. الاخطاء اللي البنات تتجنبها وهي بتحط الميك اب؟ يعني اقول لها بلاش تلعبي في الكونتور، خليكي في الحاجة البسيطة اللي ايديكي واخده عليها. الايلاينر لو مش عارفه ترسميه خليكي في يعني في الشادو بس، الشادو بس مش شرط عشان ما يطلعش مش مظبوط معاكي فبيغير شكل العين خالص. نورتينا وشرفتينا بجد، نورك، انا مستمتعة جدا ان انا اتكلمت معاكي، شكرا جدا ليكي يا بسمة. شكرا ليكي حبيبتي. نطلع فاصل ونكمل. ورجعنا حد لكم تاني بعد زمايلنا الفاصل. ازيك يا كريم عامله ايه؟ ازيك يا محمد عامل ايه؟ معلش انت بدأت قبلي بقى، معلش انا جيت متأخر. انا عادي المفروض بقى. ياسمين. ازيك يا محمد عامل ايه؟ ازيك يا كريم عامل ازيك ايه؟ الحمد حبيبي لله ازيك تمام. اسمي معانا النهارده بقى خبيرة التجميل شيماء. ازيك يا شيماء؟ الحمد لله تمام. الاخبار تمام كويس. ايه الحلاوة اللي انت عملتها النهارده دي؟ شكرا قوي. قولي لنا بقى بما انك خبيرة التجميل، هخطفك كده بس في الاول. اوكي. قولي لنا ايه الغلطات اللي بيعملها الميك اب على الموديل؟ يعني مثلا دي موديل فحطت ميك اب كتير، ايه الاخطاء اللي ممكن تقع فيها اي ميك اب ارتست لما تيجي تعمل ميك اب؟ الفاونديشن يعني اذا اتحط كتير بيعمل تشققات في البشره، وبيعمل اذا اتحط باودر بعد الفاونديشن فبيعمل زي كتل كده وبيخلي الشكل مش طبيعي. بس دي اكتر حاجه يعني. طيب التشققات بقى اللي بتحصل للبشره، تأسيس الميك اب ما بيكونش مظبوط يعني، ما بيبقاش محطوط برايمر، ما بيكونش البشرة مش مهيئة قبل المكياج، فدي الأسباب اللي بتخلي يحصل تشققات في البشرة. تمام. طيب بالنسبة للميك اب النهاري سواء في الجامعة أو في المشوار الصبح بيختلف عن الميك اب بتاع بالليل؟ طبعا. وإزاي أثبته؟ ما يتحطش نفس الكمية اللي بتتحط في مكياج السهرة أو عروسة أو كده، يعني بتبقى محتاجة حاجات خطوات أكتر، لكن مكياج النهار يعني ممكن تستخدمي سان بلوك، بيبي كريم، حاجات بسيطه تكتفي بيها يعني، اللي هو الكونتورين يعني، بس تحديد العين، تحديد الخدود بس. مش شرط ان انا احط فاونديشن وكونتور الصبح؟ لا مش شرط اصلا، مع الشمس وكده الشكل بيبقى مش ناتشورال يعني. فاحسن حاجه يعني الحاجات البسيطه بتاعه النهار يعني، بيبقى في حاجات كتير توتوريال للناس يعرفوا، زي دلوقتي السوشيال ميديا ما عادتش سايبه حاجه، فحلو ان هم يشوفوا ايه الحاجات اللي تتعمل بالنهار عشان ما يبقاش شكلهم مبالغ فيه. طيب لو انا بشرتي حساسه اعمل ايه علشان تبقى كويسه واتعامل معاها ازاي؟ ما كترش حاجه عليها، كل ما تكتري كل ما البشره بتتخنق، المسام بتاعتها بتتسد، فبيحصل حاجات مش كويسه يعني، بيبقى فيه تكتلات في هو ايه اصلا اللي بيسبب جفاف البشره؟ وايه رايك في التقشير اللي البنات بيعملوه؟ اللي بيسبب جفاف البشره قله شرب الميه، وتغيير الفصول بتاعه السنه بتاثر برضو، واذا كانت البشره سنسيتيف سكان فلازم دي لازم تحط تحتها كام خط كده، تتعامل معامله خاصه في الادوات اللي هي بتستخدمها للعنايه بالبشره، كل حاجه تتبعها بشكل معين يعني. طب احنا نعرف بقى انك انت مش ميك اب ارتست عاديه، كمان انت ميك اب ارتست فانتازيا. بتعملي شغل فانتازيا؟ عشان بحب الرسم وكده. بس ليه النهارده ما رضيتيش تعملي لنا لوك فانتازيا؟ محدش قال لي. ايه اختلاف الميك اب الفانتازيا عن الميك اب العادي؟ لا يعني ده بيبقى يعني ايه الفرق بينهم هما الاثنين؟ الاختلاف ما بينهم؟ طبعا طريقه يعني عاوزه اعمل ايه، يعني عاوزه الشكل النهائي ايه، هو اللي بيحدد لك انت تشتغلي ايه. بس كمان الفانتازيا ممكن تشتغلي بالمكياج الووتر وكده، فبيبقى غير شويه يعني. هو انت اصلا بتعتمدي على ايه وانت بتعملي الميك اب الفانتازيا؟ يعني بتعتمدي مثلا على صوره انت عايزه تعمليها، ولا مثلا بيبقى
برضو في حبه خيال شويه. اه خيال مع المناسبه، يعني مثلا العارضات الازياء بيتعمل لهم حاجات معينه على حسب ستايل اللبس بتاعهم. اذا كان لبس جريء فبتعملي شكل مخيف شويه مثلا. اذا كان لبس يعني على حسب المطلوب منك ايه وقتها. طيب يا ترى ميك اب العروسه في الخطوبه زي ميك اب الزفاف، وايه الاختلاف ما بينهم؟ بصي انا مش مع الناس اللي بتقول ان الماتيريال بتختلف، انا عندي الميك اب كله ماتيريال واحد، بس اللوك ممكن يبقى سامبل شويه عن اللوك بتاع الزفاف. بالظبط. ازاي دمج الالوان بيختلف بين المناسبه هنا وهنا؟ على فكره يعني الشبكه او الخطوبه او كده او حتى مكياج السهره كلهم عندي زي بعض. بتختاري حاجه تكون سمبل في اللوك بتاعها وعلى حسب هي طالبه منك ايه الكلاينت نفسها. لكن مش شرط ان انا اعمل نفس الرسمه فوق العين هنا هي هي هنا. لا مش شرط، انا ممكن يعني ابالغ شويه في الـ في الـ في الشكل العام في الاخر، يعني شويه هايلايتر جليترز حاجات زي كده اخلي الشكل فيه يعني مبهج اكتر. تمام. طب دمج الالوان مساحه الجفن بتفرق معاكي ولا ما بيفرقش معاكي في دمج الالوان؟ بالظبط. اذا الجفن مساحته صغيره لازم ما احطش الوان كتير، يعني لون او لونين لونين بالكتير. لكن كل ما يبقى فيه مساحه في الجفن كل ما انت تقدري تكتري في الالوان، بس انا مش مع اللوك المبالغ فيه ابدا. يعني السمبل بالنسبه لك، السمبل بالنسبه لك احسن؟ لا انا بقدر اعمل كل حاجه، يعني بما اني كنت في الخليج فتره وكده فبقدر اعمل كله يعني، بس هو على حسب الطلب. طب هو اخفاء الحاجب، عارفه طريقه اخفاء الحاجب في الخدعه السينمائيه دي بتتعمل ازاي الموضوع ده؟ هي ليها طرق كتير، يعني في واكس مخصوص بنخفي بيه الحاجب كله ونبدا. لا معلش قولي اللي انت قلتيه ده عشان الناس ما تعرفش الاسم، اللي انت في ناس كتير. واكس ده هالنوع مثلا؟ الشمع. الشمع ده حاجه ماده كده بتبقى يعني سوفت شويه، هي مش ليكويد. في حاجات ليكويد يعني بس عاوزه احتراف اكتر. انا الحمد لله بشتغل بيهم، بس يعني هو الواكس يعني للناس اللي هي حابه انها تتدرب وتتعلمه سهل انها تعمله. بيبقى زي العجينه كده تقريبا، وبفرشه او باي اداه في حاجات كتير، ممكن سيزر، ممكن اكتر من حاجه ممكن تبدا تثبتها وتقدر. بالنسبه بتقدري تعرفي ترسمي على وشك؟ انا عارفه ان هي حاجه صعبه بس كلميني عنه شويه. لا هو مش صعب، يعني اذا في ناس شاطره جدا على نفسها ومش شاطره بيبقى بالممارسه. بالممارسه لكن انا الحمد لله بعرف الاثنين. تمام. مين بقى اللي بيفكر معاكي في الافكار دي، او مين اللي دعمك ان انت ترسمي الميك اب الفانتازيا ده؟ هي كانت خطوه جريئه مني انا، لان انا بحب الرسم يعني، وبعدين بصراحه يعني جوزي بيجرأني دايما، يعني دايما يقول لي جو هيد، يعني فمفكر في اي حاجه هو اكبر داعم ليا. طب دلوقتي في حاجه اسمها الاس اف اكس ميك اب صح؟ في انواع كتير، وفي ميك اب الجروح، يعني ايه الفرق بينهم وكلمينا عنهم شويه عشان في ناس ما تعرفهمش. هو يعني انا مش عارفه ازاي، لان انا مش جاهزه بصور معايا ان انا اقدر اعمل كومبير بينهم يعني. بس يعني ممكن المشاهدين يعرفوه سهل عليهم، اللي هو الجروح ده بطريقه الواكس اقدر ابرز مكان معين في الوش او في الرقبه، وابدا اعمل زي حفره كده بين هو طبعا المفروض انها تبقى تطبيق عملي عشان ان هي تتشرح اكتر، بس هي واقدر اغمق بقى المكان اللي جوه واقدر اعمله بلون احمر او حاجه عشان يبان كانه جرح وبالشكل ده. طب انت اشتغلتي على الموديل الجميله دي، بدات ده ميك اب ايه؟ ده ميك اب هل هو خطوبه ولا ده ميك اب عادي تنزل بيه تروح الجامعه ولا ده ميك اب لا لا مش جامعه خالص، هو ممكن سهره او خطوبه علشان هو يعني نورمال مش. طب اسستي ازاي؟ بدات معاها بايه بقى؟ بدات الخطوات معاها بدات بالبرايمر. هي طبعا بشرتها مش جافه، لو كانت جافه كنت رطبت الاول شويه. بشرة دهنية دهنية شويه وبعدين الجو يعني يعني بشرتها ما كانتش محتاجه ان انا اهلها بالترطيب يعني. حطيت برايمر وبعد كده بدات بالفاونديشن. في ناس بتشتغل في العين الاول وبعدين تشتغل في بقيه الوش، فدي بتختلف من شخص لشخص يعني. بس انا بدات بوشها الاول عشان حسيت بشرتها دهنيه شويه فحبيت ان هي تمتص الفاونديشن، وبعدين بدات في العين. بالنسبه للكونتور بتفضلي الكريمي ولا بتفضلي الباودر؟ الاثنين بحب اشتغل بيه. بتحبي تشتغلي بالله؟ بس لما تكون بشره دهنيه بقلل من الكريمي شويه. تمام. طب لو بشره عاديه او مختلطه بتفضلي انهي؟ بشتغل بالاثنين برضو. بالاثنين في نفس يعني نفس الشخص بشتغله بالاثنين. طيب مرحله التاسيس مع بعمل الكونتور مع الفاونديشن،
وبعد كده في الاخر خالص بعد ما بخلص ببدأ احدد تاني لو في حاجة عايزة تظبيط بالباودر. لو بنت وشها رفيع او مطول عايزة تبرز خدود، بنت وشها مليان، المشكلة دي بتقدري تحليها ازاي؟ بحلها بالكونتور. اه يعني مثلا لو هي رفيعة شوية، صدفت معايا في عروسة قبل كده، فبدأت ان انا ابرز خدودها، عملت لها هايلايت كتير على الخدود عشان تبرز، وبدأت ان انا يعني اغمق حتت معينة في البشرة وافتح اماكن معينة فظبطت معايا. بيبقى في برضو كتير مشاكل من عند العين، في بنات بتبقى عينيها داخلة لجوة شوية، عينيها بارزة لبرة شوية، هل دي بتضايقك وانت بتعملي ميك اب ولا برضو بيبقى ليها علاج؟ هي ادام عارفة العلاج مش ان شاء الله مش هتضايقني. بالنسبة للعيون الضيقة مش بحب احط اي كحل غامق مثلا، اخليني بالبيج بالابيض عشان يفتح معاكي ويوسع العين. تمام. طيب لو عندي بقى نمش في وشي او مثلا عندي حبوب او كان مثلا في اثار لاي حاجه، حفر، حاجات زي كده في الوش. انا بالك هو بيسالك الاسئله اللي هم عندهم اصلا عشان انت تقولي لهم حلها. الاسئله اللي هي البنات بتسالها. عندي نمش، عندي نمش. ازاي بقى بالكونسيلر؟ من دريب الكونسيلر ممكن كمان يعني في الالوان بتاعه يعني في حاجات احنا بنستخدمها كده كمصحح، في الوان يعني مثلا الاحمر احط اخضر، اذا كان في بني او هالات تحت العين بحط اورنج، فدي بتبقى تاسيس يعني قبل الفاونديشن. ايه اللي طالع ترندي دلوقتي في الاي شادو، اللي هو الشيمر ولا اللي هو اللي فيه لمعه؟ الاثنين. الاثنين طالعين. بس دلوقتي الايلاينر، الشغل بالايلاينر كتير يعني هو اللي طالع دلوقتي. طب انت هتعملي حاجه عن الموديل دي دلوقتي ولا لا؟ لا خلصنا. خلاص انت كده خلصت كل حاجه صح؟ طيب عايزين بس نسالك اخر سؤال، انت ايه النصايح اللي انت بتقدميها للبنات اللي عايزه تخش في الميك اب الفانتازيا؟ لان في بنات كتير قوي بتحب الرسم. يتفرجوا كتير يشوفوا ناس بتشتغل عشان كل واحد عنده تكنيك في شغله. فلو لو شافوا كتير في ناس بتتكلم معاكي تقول لك اعملي فكره كذا على فانتازيا. عندي متابعين يعني وكده، فبيبعتوا لي بيسالوني اسئله كتير، ف يعني على التشانل بتاعتي على اليوتيوب بحاول ان انا يعني بيدوني افكار الحلقات اللي انتي الافكار بتجيلك منين، او مين مثلا بيساعدك في اللوكات الفانتازيا اللي انت بتعمليها؟ انا مش يعني الفانتازيا مش كتير بشتغل فيها، انا كنت في دبي فكان في ايفنتس وحاجات زي كده، يعني شغل في البيوتي وورلد، فاشتغلت شويه في الفانتازيا بس في مصر مش مطلوب قوي. بس اكتر حاجه بتسال فيها يعني انا حتى عاملاها ادفايس عندي على اليوتيوب، ازاي نعمل تنظيف بشره سريع للبشره للبشره بدون ما يكون مكلف. يعني بما ان دلوقتي كل الادوات اللي في السوق والماتيريال كلها غاليه جدا، وفي ناس عشان مش بتعرف تستخدمها صح فبيبوظوا الدنيا وما بتطلعش الريزلت اللي هم عاوزينها. فانا حاجه يعني اكسكلوزيف ليكم دلوقتي، حاجه بسيطه للمشاهدين بتاعتكم. انا هقول الكاميرا دي تقول لهم اللي انت عايزاه. اوكي. انا بس عاوزه اقول لهم يعني الرده، في ناس بتقول عليها النخاله يعني، بس في مصر هي معروفه بالرده. كوبايه زبادي ومعلقه رده او معلقتين لحد ما تبقى متماسكه شويه، ومعلقه عسل بس يكون عسل قصدي عشان تاخدوا نتيجه كويسه. وخلي بالكم بقى من التكه دي، لو البشره دهنيه نحط ممكن يعني 4-5 نقط ليمون، اذا البشره جافه كفايه نقطه او نقطتين علشان ما يحصلش تهيج للبشره. جديد الماسك ده هو طبيعي جدا، ويعني ونتائجه كتير فعاله، وقلتها العرايس كتير بيستخدموها لجسمهم كمان، في يعني مش بس للوش والرقبه وكده، الاماكن كتير في الجسم، وادت نتيجه كويسه. طريقته بقى عشان ما انساش، بيتوزع على البشره بس تكون نظيفه عشان المسام بتتفتح، وبعدين بعد ما ينشف من 20-30 دقيقه بيكون نشف، يتعمل زي السكراب كده بطريقه دائريه، وبيتشطف بميه بس، ده زي الوايتنينج بالظبط. طيب بيدي نفس النتيجه. انتوا دلوقتي شفتوا الوصفه اللي قالتها الميك اب ارتست الشامله شيماء، يا رب تكونوا استفدتوا منها. يا رب. واحنا بجد شرفتي يعني بجد، انت شرف لينا والله وجودك معانا بجد، وكانت فقره مميزه جدا، يا رب تكونوا المشاهدين كلها استمتعتوا بيها. هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني.
ورجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا الاستاذه سهام جت لنا متاخر. استاذه سهام عبد الله منوره، اقسم بالله جت متاخر بس منوره. هنشوف بقى حضرتك هتعملي لنا ميك اب على الهوا. ورينا بقى الابداع اللي حضرتك هتعمليه. استاذه سهام عبد الله يا جماعه من احسن الميك اب ارتست اللي موجودين في مصر بجد، حد شاطر جدا، حد اكتف كمان في شغله وكرياتيف، بيقدر ان هو يطلع شغل ممتاز، فعايزين نشوف الشغل ده النهارده. وانت ايه رايك يا اسماء؟ اه طبعا، يعني كلمينا كده عن خطوه خطوه بتعمليها حضرتك شغاله برضو عشان البنات اللي لسه بتتعلم تستفاد منك. هي تقريبا من خبرتي في المجال الميك اب، يعني انا قدمت انت حفظت الخطوات. فهي تقريبا بتنظف البشره دلوقتي صح؟ اه ببدا. شفتي بقى الاساسيات على البشره. تمام. وبعدين دي خطوه الفاونديشن صح؟ لا، دي خطوه التنظيف قبل الفاونديشن صح كده؟ لا طب ده فاونديشن. ده فاونديشن. فاونديشن صح؟ اه. انت رتبتي البشره طبعا قبل ما نطلع الفقره. عشان بس نوضح للبنات ان البشره اترطبت قبل ما نطلع الفقره. ده اكيد لازم. رتبتي البشره بايه؟ بالبرايمر بس عشان يبقى الميك اب متثبت، ولا انت رتبتي مثلا بكريم بماسك كانت الموضه اللي عاملاه؟ لا انا كنت حاطه برايمر. كنت حاطه برايمر. تمام تمام. يعني ده دلوقتي مرحله الفاونديشن صح كده؟ تقريبا الفاونديشن دي هي اصعب مرحله في الميك اب، بحيث ان انت الاساس هو الفاونديشن صح كده؟ الاساس هو الفاونديشن. توزيع البشره. توزيع البشره. ايه بقى اللوك اللي انت عايزه تعمله لنا النهارده؟ يعني والله هنعمل حاجه بسيطه جدا. مش يعني مش هقدر. ايه الالوانات اللي انت هتستخدميها؟ يعني عرفينا. يعني مثلا الميك اب اللي انت هتعمليه، هل هو مثلا ميك اب سهره، ولا ميك اب عادي اي بنت تخش بيه الجامعه، ولا ميك اب زفاف، ولا خطوبه؟ ها؟ ماشي براحتك. خلاص خلينا احنا بقى ايه نستنى اللوك اللي هي هتعمله. مش بعرف صراحه. لا لا عادي والله. لا يعني اتناقشي معانا عشان البنات اللي بيتفرجوا علينا كمان. البنات اللي بيتفرجوا علينا بيبقوا حابين يتعلموا التريكات بتاعت الميك اب دي من الميك اب ارتست. يعني تمام. كلمينا كده عن اللي هتبداي ايه الخطوه اللي جايه، الكونتور، ولا هتبداي بالحواجب، ولا هتعملي ايه؟ الباودر عشان تثبيت الكريم. الباودر، اللوز باودر. تمام والله. تمام. اللوز باودر عشان تثبيت الفاونديشن. بس ليه البنات بتحط فاونديشن اصلا؟ معلش يعني ليه فاونديشن؟ بيداري لو حلوه مش هتحط ميك اب. لا مش لو حلوه، دلوقتي البنات كلها بتحط ميك اب ايا كان حلوه او مش حلوه. البنات كلها بتحط ميك اب. يعني انا ياسمين دايما اقول لك انت من غير ميك اب احلى. انا في الطبيعي بتاعي ما بحطش ميك اب يعني، لكن بقى نازله رايحه مناسبه خارجه لازم ان انت بتحط فول ميك اب بس. طيب استاذه سهام. نعم. انت حضرتك لسه بتدوري على الباودر؟ لقيناها اهو خلاص الحمد لله. انت بتثبتي الوش كله باللوز باودر. اللوز باودر ده عشان تثبيت الفاونديشن عشان ما يسحش. عشان ما يسحش. ما يجيش عليه اتراب. عشان ما خدت بالي. صلي نور. ولا واختيارك للموديل بصراحه كان اختيار موفق. هي الموديل سامبل خالص. اللوز باودر ليه درجات كتير. خدت الشفاف. انت خدتي الشفاف عشان الموديل بيضه. تمام. مش شرط. مش شرط. هو انا ساعات بستعمله تحت العين حتى لو خامل. بس بيبقى ليها اللون اللي هو البينكي شويه ده. في الصفراء وفي الشفافه. موجوده معايا. انت شايفه انهي احسن في تبطين الوش بعد الفاونديشن، استخدم انهي درجه؟ الشفافه احسن. الشفافه احسن. عشان يعني ما بتضايقكيش في اي لون تاني، او بتغير اللوك اللي انت عاملاه، او ما بتسيبش لونين على البشره. بالظبط. اوكي. طيب دلوقتي اختلاف البشره بيفرق معاكي في نوع الميك اب اللي انت بتحطيه؟ يعني مثلا لو بشره جافه او بشره دهنيه بيفرق معاكي؟ طبيعي. يعني دي بشره جافه تقريبا صح؟ لا مختلطه. مختلطه. دي بتفرق معاكي في ايه بقى؟ لا ما بتفرقش معايا كتير المختلطه، بالعكس بتبقى كويسه جدا معايا. اصعب بشره البشره الدهنيه. الجافه. جافة. والدهنية بنعمل لها تنظيف قبلها كويس جدا. كذا مرحلة وبعد كده بنعمل لها تثبيت يعني كويس في الشغل. بما ان بقى الموديل محجبة، في ناس بتبقى محجبة اللي هي لابسة الحجاب زي الموديل كده اللي هو الكامل، وفي ناس بتلبس اللي هو التربون. الميك اب بقى بيختلف من المحجبة اللي لابسة الحجاب اللي زي كده لفة الطرحة والتربون، ولا الاتنين زي بعض؟ لا طبعا مش الاتنين زي بعض. طب الحجاب العادي بيلم الوش، لكن التربو بيدوره.
بس مع التربون بقى. مع التربون تقريبا بيبقى لازم ان انت تعملي ميك اب على الرقبه عشان ما يبقاش طبعا لونين مختلفين عن بعض. كونتور تقريبا بتحطي فاونديشن لا هو الكونتور بيبرز الوش يعني. انت هتبداي بالعين الاول. تمام عشان ايه الالوانات طيب اللي هتستخدميها؟ الالوانات بيجيت. هتعملي بيجيت؟ اه عشان هي لابسه طرحه نظيفه وعايزين حاجه هاديه قوي. ايوه هتعملي لوك سامبل. ازاي بتدمجي الالوانات فوق العين؟ تدمجيها ازاي فوق العين الالوانات؟ عادي انا اللي بشتغل مش ايوه بالفرشه. أيوة يعني فرشه يعني. معينه ولا اه بالفرشه. فرشه دي. تمام دي فرشه دمج الالوان اه اي شيد. طب انت دلوقتي هتحطي لازم نحط طبقه كريم عشان البودر يثبت معانا. تمام دلوقتي احنا بنعمل لوك سامبل. طب احنا دلوقتي جالنا مكالمات كتير قوي عن عايزين خلطه لتفتيح البشره من 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 الميك اب ارتست سهام. هم طالبين كده عايزين خلطه لتفتيح البشره منك انت تقولي او ماسك او ماسك. اه ايه الماسك اللي انت عارفاه كويس جدا بيقدر ان هو يفتح البشره للتفتيح؟ بص هو في حاجه بسيطه جدا ممكن نستعملها اليومي. معلقه زبادي على لبن، معلقه لبن ندو على معلقه عسل. ده استعمال يومي ما بيضرش البشره وفي نفس الوقت بيديها ترطيب. معلقه زبادي على معلقه عسل على معلقه لبن ندو اه بيخليها صافيه جدا. بيخليها برده فاتحه. ده يعتبر ماسك يومي. يومي. سمعتي ياسمين كل يوم تعمل سمعت حاضر. طب لو هتكلمينا عن ماسك كل اسبوع او سكراب في حاجه معينه انت بتفضليها تعمليها مثلا؟ تمام اه ايه بقى؟ معلقه بن مع العسل. ده سكراب بن مع العسل. اه سكراب بن جميل جدا. بن بالعسل يا بنات كل اسبوع. ده سكراب خبيره التجميل سهام بتفضله للبشره كل اسبوع. شفتوا يعني ايه؟ خلي بالكوا بقى. هو تحط بن على معلقه عسل. بن على عسل والتاني اللي هو طبعا فيه لبن نيدو. لبن نيدو ومعلقه زبادي ومعلقه عسل. ده يومي. ده يومي. انا شايفاكي حتى جراي فاتح تقريبا. لا ده الكريم. سيلفر. ده كريم. لسه ما حطيتش حاجه. كريم والله. بحسبك بدأتي في الالوان. هي لسه بتبطن. لسه ببطن. هي بس عشان في مشكله بس مع كريمه في الالوان. هي ايه؟ عايزه تتعلم منك ازاي تحط الوان. اه والله. هي جميله لوحدها. ربنا يخليك. بميك اب كله انت فاهمه يعني؟ انت واحده ميك اب ارتست. لا 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 مش معاك في الموضوع ده. ليه يا كريم؟ كمان واحده من غير الميك اب حاجه وبعد الميك اب بتبقى حاجه ثانيه خالص. لا لا مش انا. مش انا يا حبيبي. انا قبل الميك اب قمرين بعد الميك اب قمر عادي. بالنسبه لان هو بيقول بالميك اب حاجه وبعد الميك اب حاجه، كلميني كده عن اللوك النو ميك اب اللي هو ابقى عامله فول ميك اب بس اللي يشوفني يقول ان انا مش عامله حاجه في وشي. كلميني كده عن اللوك ده بتستخدمي فيه ايه؟ انا اعتبر بعمل حاجه زي كده. اه اللي هو اللوك انه ميك اب. ما انا قصدي على كده اللي هو الهادي جدا. اه ماشي بس هنضيف حاجه بسيطه قوي ندي اضاءه بحيث ان هو يبان منه الصوري ومنه هنا. صح انا قصدي فهماكي. اه لان انا ما كترتش الفونديشن زي ما انت شايفه. ما كترتش حاجه. هو البساطه حلوه في كل حاجه. ايوه طبعا. طب انت كان مين بيشجعك؟ يعني انت في الاول اصلا خريجه ايه؟ انت خريجه ايه؟ شغلت على ايه ليه بس يعني انت اصلا يعني خليني على بدايتك. ايوه يعني خدتي كورس؟ يعني انت خدتي كورس؟ اتفرجتي على فيديوهات؟ بص هقول لك على حاجه. انا خدت كورس مؤخر عشان اشوف هل انا ماشيه صح ولا غلط. انا من زمان قوي يعني يعتبر 25 سنه في الميك اب. ما شاء الله. وميك اب ماشي. فهو بس ده اللي فرق معايا. وعادي هي مره واحده بس اللي رحتها بس. بعد كده اعتمدت على نفسي لان انا لقيت ان انا التاسيس بتاعي كان احسن. صح. اخدتي خبرتك قبل كده قبل الكورس منين؟ من الممارسه ولا ممارسة. من لا ممارسه. بتتفرجي على الفيديوهات وكده؟ لا 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 ممارسه. ايه بقى الالوان الروجات اللي طالعه موضه؟ ما احنا هي هتحط الروج دلوقتي. خوخات. درجة الخوخات الجمالية الأورانج البلاشر مش حاضر. البلاشر برضو في ألوان طالعة جديدة ولا مش شرط على حسب لوك الميك اب اللي أنا بعمله؟ البلاشر
لا تقريبا او ممكن ارد انا على السؤال. لا حسب تقريبا على حسب. طيب تمام يا جماعه، خدوا نصيحه محمد وبيقول البشر على حسب البشر. ايوه طبعا. طب احنا عايزين نحط الروج بقى علشان ايه الوقت بيجري مننا تيك توك. انا اللي اتاخرت، وانا دايما كده بتاخر. يعني انت في حياتك عامه بتتاخري؟ لا خالص بجد والله خالص. بس هو الحمد لله سواق الحمد لله على سواق اوبر بس يعني متاخر. انا قعدت 3 ساعات في الطريق والله عشان اجي. احنا بس عايزين نوجه رساله لشهداء مستشفى الحسينيه. بقاء لله لكل المتوفين. وبجد الممرضات تعبوا جدا جدا جدا، وجات لهم حالات نفسيه كتيره من اللي شافوه. فاحنا بننعي كل شهداء، يعني انا بعتبرهم شهداء مستشفى الحسينيه والحسينيه بالشرقيه. ويعني يا رب ما نسمعش حالات وفاة تانية. ربنا يرحمهم يا رب ويديه الغمة ان شاء الله على خير. ربنا يرحمهم. برضو عايز اوجه رسالة للناس في الشارع، البسوا كمامة يا جماعة. الكمامة بجد هتحميكم. يعني لما بتلبسوا كمامة، الكمامة دي ليكوا انتوا، يعني دي وقاية ليكوا. افرض مثلا انت واحد جنبك تعبان، وانت هو ما يعرفش ان هو تعبان، لان المرض ده ممكن يبقى في البني ادم وهو ما يعرفش. فانت مثلا سلمت عليه، كح، عمل اي حاجة، انت ممكن تتعدي منه. مش هتأذي نفسك بس، انت هتأذي غيرك. فبجد لازم تلبسوا الكمامه والكحول يبقى في ايديكم على طول. دي وقايه وسلامه ليكم انتوا. صح يا ياسمين؟ صح طبعا. انت بتلبس كمامه؟ انا بلبس كمامه. كلنا بنلبس كمامه. بس احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحط الروج؟ عايزين نحط الروج عشان الروج تقريبا هو اللي بيظهر بيظهر لوك. انت دمكتي بيج فاتح في بيج غامق صح؟ جملي. ده جملي. ده جمالي مش بيج يا ياسمين. معلش انت واحده تفهم في الميك. هتحطي لون الروج ايه بقى؟ تقولي دلوقتي حالا. مش سريعا بس عايزين نحط الروج. اوكي حاضر. المشكله في الروج ايه؟ المشكله في الروج يعني بتحتاري في الالوان؟ يعني لا مثلاً. انت المشكله عشان خاطر اخلص بسرعه بس انا مش عايزين نروح كده اللي هو ايه يليق بالشكل اللي هي حاطاه. تمام. احنا على فكره في ناس كتير كلمتنا كانت عايزه خلطه الحبوب. تعرفي خلطات الحبوب اللي هي ازاله الحبوب من البشره؟ الحبوب اللي بتبقى في البشره. او ممكن تقول لنا برضو بنداريها ازاي بالميك اب؟ يعني لو واحده مثلا صحيت وقامت لقيت في وشها حبوب واحده طلعت كده، بتداري ازاي بالميك اب؟ بصي الحبوب البارزه ما بتتدارش، اللون بتاعها هو اللي بيتدارى. تمام. هو ده الصح. لكن ان احنا نخفيها خالص دي استحاله. انت هتحطي طبقه على طبقه ازاي؟ وش على وش؟ لا استحاله. بس هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. هو ما بتتدارش كلها. هي بتتدارى بس بعضها. بس تمام. وعامه يستحب لو في حبوب بيبقى البشره اغمق شويه، يعني تستعملي فونديشن اغمق شويه. يعني لو بشرتي فيها حبوب ما احطش نفس لون الفونديشن اللي بيليق على بشرتي، احط درجه اغمق سنه. اغمق سنه. تمام. طيب احنا عايزين نحط الروج بقى دلوقتي حالا. حاضر. الوقت بجد سرقنا دلوقتي. لا هو الوقت مش معاك، الوقت معانا. احنا دلوقتي بنحط ايه بقى؟ بنعمل ايه بقى فوق العين؟ كل ده بندمج الوان صح؟ لا انا خلصت. استنى احط الاضاءه بس فوق العين وخلاص. احط الرموش ولا بلاش؟ لا لا من غير رموش. هو الروج. حط لنا بقى الروج عشان اللوك بتاعنا يظهر. احنا عايزين نظهر الروج للناس. بالظبط. انا تمام. معلش معلش، عارفين ان الوقت اللي حضرتك خدتيه كان ضيق شويه، بس كله في الاخر ظهر على وش الموديل زي القمر. اهو انا كنا مش ظاهر صراحه. لا ظاهر والله. لا لسه ما خلصتش. لا لا ظاهر. الاضاءه اللي انت عملتيها بينت رسمه العين شويه. الاضاءه اللي انت عملتيها الجليتر بين الرسمه شويه اللي انت عاملاها، يعني ظهر السحبه الجملي اللي انت حطاها للموديل فوق العين. انت ايه نصايحك؟ نصايحي ايه؟ بنت بتحط ميك اب كتير قوي. يعني انصحهم بلاش ميك اب كتير. طالما نازله مشوار عادي او مشاويرك اليوميه حطي حاجه بسيطه. يعني ده من وجهه نظري انا، او انا شخصيا بحط حاجه بسيطه، روج، ماسكارا، بس ما بحبش الميك اب الاوفر يعني. طيب خلاص احنا للاسف وصلنا لختام فقرتنا يا استاذ سهام. بجد الوقت داهمنا. انت معاكي الروج في ايدك؟ طب ماشي ممكن تحطي اشتغلي. احطي الروج ورينا بقيه اللوك.
احنا برضو العين مش زهره. ما هي العين مش زهره عشان ما فيهاش رموش، بس لما تحط الروج اللوك ذات نفسه كله هيظهر. انت وانت بتحط الروج كده ايه النصايح اللي تنصحيها للبنات اللي بتحط ميك اب كتير؟ هل زي ما ياسمين قالت ما متقفرش في الميك اب؟ اه الميك اب البسيط حلو. البساطه حلوه في كل حاجه يعني. اه طبعا حقيقي. طيب هبص لما بتحط الروج بيظهر ازاي شكله فعلا ظهر شويه. الروج بتفضليه يتحط بالبرش بتاعته ولا بتفضلي ان هو بيتحط بالفرشه زيه زي الشادو او اي حاجه في الميك اب؟ مش كله. مش كله على حسب انت بتستعملي ايه، علم ولا سائل؟ او انا بتكلم في ده او ده. طب خلاص ماشي. طيب ماشي احنا كده يعني احنا كده وصلنا لختام فقرتنا. احنا كده بجد خلاص وصلنا لختام فقرتنا وصلنا لختام حلقتنا النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا من الميك اب ارتست سامة عبد الله ويكون اللوك ظهر على شكل الموديل اهو زي القمر. لا مش باين اللوك خالص. لا باين والله. والله جميل جدا. لا بصراحه لا. احنا بنشكرك جدا وكل سنه وانتم طيبين وان شاء الله استنونا الثلاث الجاي الساعه 7 الجريء والجميل.